معقول كده؟ معقول؟ كل 45 دقيقة تكلم 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 تكلم، فصل فوق وفصل تحت. مش فاهم انا، مش فاهم ليه؟ ليه ما يمسكوش المدرس فصل واحد من أول النهار لآخره؟ عشان يعرف ينام براحته. احنا جايين المدرسة عشان ننام يا سيد. أمال جايين نلعب؟ يا برودك يا أخي، في أولاد جايين يتعلموا. احنا رفضنا نعلمهم يا سي مرسي. هتعلمهم إزاي إذا كنت جاي المدرسة تنام؟ جاي المدرسة أنام؟ هنعلمهم في بيوت؟ دروس خصوصية يعني؟ أمال فاكر إن أنا ممكن أتكل على مرتب الوزارة؟ ده مرتب الوزارة ده وحياتك يا مرسي يا أخويا ما بيكفيني يوم واحد شبراء. طب والأولاد وأهاليهم ذنبهم إيه؟ وانت فاكر ان انا بدبحهم؟ لا، ده انا ارخص مدرس خصوصي في المنطقه. طب تفتكر انا بدي الحصه بكام؟ بكام؟ 199 قرش ومدتها ساعه كامله ويا دوب 10 12 تلميذ كلهم مع بعض وغايته 5 ساعات في اليوم. لا ده انت تعبان بشكل. المصيبه بقى انهم فاكرين يا ما هنا يا ما هناك. بقى بتكسب 120 جنيه في اليوم ومش عايز الناس تتكلم. سبحان الله في امرك يا اخي. طب ما الدكتور بيكسب 200 300 جنيه في اليوم وهو بتاع جامعه وانا بتاع جامعه. لا يعني بقى المساله اهل وزمالك بقى. التدريس رساله ثقافيه. طب ما هو الفن رساله فنيه والطب رساله طبيه والسمكري والميكانيكي رساله تصليحيه وكله بيقول يلا نفسي. هتيجي انت فيها بقى وتعمل لي بتاع بقى. يا ابني الواحد لازم يكون عنده ضمير. ماش حاجه بس ما يجراش يعني ان الواحد يعمل شويه تنازلات والمركب تمشي ونبقى اخر تمام. عليه النعمة، أبويا لو سمعك بتقول الكلام ده أنا بعت لك القرفة بتاكس على حسابه. والدك ده دقة قديمة، ما هوش عارف الدنيا ماشية إزاي دلوقتي. اللي يسمع كلام والدك ده مش هياكل غير فول مدمس. الله يخرب بيت الفول المدمس. بتجيب لي سيرة الفول المدمس ليه؟ السلام عليكم يا مروق. استنى استنى، أنا كمان خلصت جدول الحصص بتاعتي وهروح. استنى بقى عشان خاطرك هوصلك بعربيتي الجديدة. يخرب بيتك، أنت جبت عربية جديدة؟ ده غير التاكسي اللي شغال عليه المدام. مراتك شغال على تاكس؟ اه ملي. اهلا اهلا يا منير بيه. اهلا بيك على القناة يا سيدي. متشكرين على ال على ايه يعني؟ ده اقل من الواجب. رايح فين يا مرسي؟ انا خلصت جدولي ومروح. مروح فين يا سي مرسي؟ استنى احسن الاستاذ عوض غايب النهارده وعنده 3 حصص لازم تديهم بداله. يا حضره الناظم من اول السنه نص المدرسين ما بيجوش وانا اللي بدي حصصه لما الواحد اتهلى تدريس. اما مصيبه والله، انت كمان هتتدخل في المسائل التنظيميه بتاعت المدرسه يا مرسي. لا بس مش كل الشغل عليا يعني، يبقى حبه كده وحبه كده. الله. وبعدين يعني انا عندي دكتور دلوقتي لازم اروح. هو الدكتور هيطير؟ اتفضل يا بندي شوف شغلك وما تعطلنيش، ورايا تقارير سريه بكتبها عن المدرسين. طب اقول انا بقى سلام عليكم يا حضره الناظم. مع السلامه يا سعاده البي والف مبروك على السياره. الف مبروك والله، ده منوره امام المدرسه. يلا يا مرسي. بتاع مرسي وسنين مرسي.